قبل بداية حلقتنا اليوم حاب أقولكم عن الكلان سويناه، كلان مو سويناه، كلان جدا قديم بس بيحب يدخل بكلان بس يبحث هذا الاسم، اسم مقاطع ويدخل بكلان. بس ما بدي أطول عليكم، خليكم مع المقطع. أهلا وسهلا فيكم شباب بحلقة جديدة من كلاش رويال، وأخيرا رجعنا لكلاش رويال. شوفوا حاليا كؤوسي، وأكيد انتو قريتوا العنوان، رح اشتري بطاقة الميجا نايت. يب يا شباب، انا حاليا ماني جاهز لاشتريها، فيب رح استخدم اليوم بهاي الاستراتيجية بدل باندت. فيب يا شباب جاهزين؟ الميجا نايت جاهزين؟ يلا صار عنا ميجا نايت. الصوت يلا صار عنا ميجا نايت. حلو، رح استخدم الميجا نايت بدل باندت. فيب حط جيب الميجا نايت، حطه بدل الباندت، ويب خلينا نهجم حاليا. يعني قرب توصل للساحة الاسطوري، يب حتى ما تقولوا بلال نوب نوب بلال. صار معي 25,000، راح كل مصراتي. يب يا شباب خلينا نرون اول هجوم لنا اليوم مع صديقنا شينك شانك شونغ عبيبكي، راح نبكي له كمان. يب يا شباب خلينا نحط الماينر اول شيء. يب خلينا نحط الماينر والمقبرة، بما انه حط الساحر. فيب خلينا نجهز تجميد، ولا ما بتلزم التجميد؟ ما رح تلزم طاولة التجميد. اوه حركة الزاب، خلينا نحط هذا هون. هلا بالميجا لايت، هلا روح روح علمهم الدرس. يلا يلا لا تخليها تقتلك، لا تخليها تقتلك. اوه عنده برج نار، ف بس عادي عادي انا هجومه. بس ميجا نايت ما رح يعتمد بس على ميجا نايت، رح يعتمد على كل شيء هجومه. طيب يا شباب خلينا ضربة واحدة بس كفو. ما حاليا لازم جمع اكسير لحتى اشوف ايش هو عنده بطاقات، لاني ما بعرف صراحة عنده هذا الورع. تعي ورع، يلا لا تضرب لا. ضرب، يلا خلينا احط المقبره من هون ونجهز التجميد، او خلينا نجمع شويه اكسير. خلينا نحط بس الماينر، بس الماينر نشوف راح يحط لنا ساحر. حط لنا ساحر حلو حلو. خلينا نجهز. طيب حاليا نحن متقدمين على الورع، عنده وش اسمه، عنده انفيرنو. بعرف هالحكي يا شباب، عنده انفيرنو. فيب يلا يلا خلينا نحط التجميد هون. يب خود دمج. هلا هلا شفتوا الحركة، شفتوا الحركة. يلا حلو حلو حلو، خلينا نحط ميجا نايت تاني. هلا الميجا نايت، هلا والله. خلينا نحط، ما راح نخليه الهوب رايدر، والله بيلعب لعب خرافي صراحة. خلينا نحط الماينر من هون والتجميد من هون. فيب يا شباب والله لعب بيلعب معنا ورع جدا جدا ورع. خلينا نحط العانة دول من هون. فيب الماينر من هون، راح اخذ البرج غصب عنك. يعني ايش هو؟ يلا شوفوا معي، يلا نط نط ارجوك نط. لا يا ورع لا، بس انا ما يعني لسه ماني متعلم على الجند كتير، فلازم اربح الهجوم يا شباب، لازم اربح الهجوم. اوه هو 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 طبعا يا شباب هون انا بتوقع المباراة راح تكون تعادل، بس لازم نحاول يا شباب لازم نحاول. فيب ايش بدي العب معه؟ بعرف يلا خلينا نلعب ايش ممكن. يلا 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 لا ما تجمد الورع، ما تجمد الورع. يلا يلا خلينا نضغط عليه، بس نضغط عليه. يلا
يلا حاليا نحن متقدمين عليه. فيب يا شباب، ما بدي اياه يربح، ما بدي الورع يربح. تعادل يا شباب، كان هجوم حماسي وحلو من صديقنا. اكتب له جود جيم واحسن عن جد. صراحة جيم حلو، تعادلنا ما خسرنا ولا ربحنا. فيا يا شباب خلينا نروح للهجوم اللي بعده. هلا بما انه عم نتعلم شوي شوي على البطارة رح نربح هجومات اكثر. عرفنا مع ايش راح تستخدم البطاقة وايش نقطة ضعفها يعني. طيب يا شباب، البطاقة الميجا نايت عن جد جدا عجبتني. خلينا نحط الميجا نايت، خلينا نجهز له هجوم مرتب. صديقنا ما بعرف ايش اسمه، اوهوهو ماوس باكي ما راح يأثر، ما راح يأثر. خلينا نحط الماينر هون، هاد هون الورع، الزاب هون، او السباركي راح يضرب، السباركي راح يضرب. فيب هاي الحركة انا جدا بحبها. راح السباركي هلا تضرب هيكل عظمة. واحد شوفه يا شباب، هيكل عظمة. اثنين كمان يعني، حتى لهلا عن جد خصم قوي. يلا اضرب، نحن متقدمين على خصمنا يا شباب، والله شي حلو. خلينا نحط المقبرة من هون والمنيون، المقبرة من هون والمنيون. يلا بس ناخذ الورج. فيب شكله ما راح يهتم، راح يحط الماينر هون. اوه هو هو. لا حرام والله حرام. فيب يا شباب خلينا ندافع على الساحرة. بس الساحرة، لا الساحرة بدنا بس نقتل الساحرة، اقتل الساحرة، اقتل الساحرة. كفو كفو، لأني عن جد الساحرة هي نقطة ضعفي، نقطة ضعفي يا شباب. بس حاليا نحن متقدمين عليه كتير، مو شلون كان. فرح رح له مسح. والله ما بعرف يا شباب، يمكن رح. خلينا نستنى بس لنجمع 10 كثير ونحط الميجا نايت. يب الميجا نايت، انت رح اقول ميجا مليون. طيب ميجا نايت، ركز شوية يا ورق. المنيون هون، الزاب هون. كفو كفو كفو، عم نلعب بشكل منيح كتير. فيب خلينا نحط الماينر هون والمقبرة هون والميجا نايت. أرجوك يا ميجا نايت لا تخيب أملنا. فيب أوهو عم يدافع بشكل حلو، يدافع بشكل حلو. يب يا شباب خلينا نحط اثنين ميجا نايت ولهذا الورع. خلينا نحط ماينر هون. على الصراحة أنا ما عم بحكي، بس عم بركز على الهجوم. فيب يا شباب خلينا نحط المقبرة هون. يلا يلا أرجوكم 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 أرجوكم. لا 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 حرام حرام. ثلاثمية بهجوم، ثلاثمية. يلا عادي عادي، خلينا نروح للهجوم اللي بعده. صراحة ما بيصير نخسر هيك هالهجوم هذا. فأنا غلطت ورحت مسح، أنا غلطت ورحت مسح. كمان لعب بيطلعوا ضدنا مو سهلين، بس احنا قدها لازم نربح. خلينا نستنى ايش راح يلعب. حط الميجا نايت من هون، بس ما يكون معه ساحر او ويتش. يعني هذول اثنين نقطة ضعفة، ساحر. يب خلينا نلعب هذا الورع من هون وهذا الورع من هون. كفو
كفو والله يا شباب كفو. انا فك ما تقل ميكا نايت راح يتم عايش، فحلو والله يا شباب جدا خرافي الهجوم اللي هجمناه. بغلط وبرجع بروح مسح، لازم افكر شوي قبل ما العب. فيب خلينا احط المنيو، حطينا المنيو من هون لاني والله هجوم صعب، هجوم صعب. حلو يا شباب هجوم جدا خرافي، رجعنا كؤوسنا. فيب ان شاء الله ما يكون مع جولم، يعني اذا كان مع جولم راح انتهي صراحة. خلينا ننزل ميجا نايت من هون ونشوف ايش راح نحط لنا. يلا السياف اكيد معه ساحر، هو معه ساحر والكتروزر، بس ايش هو عم بحط مع الساحر والالكتروزر؟ خلينا نحط هذا من هون بسرعة 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 بسرعة. والله انفيرنو دراجون، غدرنا بالانفيرنو دراجون بس عادي يا شباب عادي. خلينا نركز شوي هون، هلا خلينا نركز شوي هون. يا شباب هجوم جدا صعب، ما كل ما علينا انه ندافع، كل ما علينا انه ندافع لاني صراحة هجوم صعب والله. يلا منيو 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 منيو، والله حرام. هلا هو انفيرنو دراجون عم بيقتلنا الورعون، ايش اسمه ايش اسمه، هو عم بيقتلنا الميجا نايت. طول بالك علينا شوي، طول بالك علينا شوي. فيب خلينا لك ايش بدي اعمل، ايش ربحنا. كنت مركز بالهجوم فزري يا شباب قلبي، ربحنا 3600 كأس، تمنا 200 كأس لنطلع على الساحة الأسطورية. بس عن جد هجوم جدا صعب جدا خرافي، وكان برجي 400، يعني كيف ربحت والله ما بعرف. خلينا نرول لهذا الهجوم لصديقنا، والله إذا ربحنا بنربح عليك أوس مرتبة. فيب يا شباب لازم نركز شوي معه جورا إذا ربحنا، بما إنه روح كثير هلا راح اشتغلوا شغل مرتب أصدقائنا السكيلتون والمنيون. أوهو هو تشكيلته جدا حقيرة، بس راح أضغط عليه ما راح أخليه يستنى ليحط الويزرد والهاي. يا أخي ذكاء ذكاء، تعال يا ورع تعال عم بيبكي لنا اخونا الورع. يلا خلينا نحط هيك، والله حركة خرافية. ما بدي اروح مسح نفس هذيك المرة ولا اشو، خلينا نحط هذا من هون. والله هجوم جد، اوه هو طول بالك طول بالك، خليني نستنى له يضرب. عنده البطاقة الجديدة بس انا ما راح اروح اسح، حط ماينر بسرعة بسرعة بسرعة، ما بدي اياهم يموتوا، ما بدي اياهم. كفو والله عم نلعب لعب ممتاز بنفس الوقت. خلينا والله لازم اربح اليوم، ما بعرف اذا بدافع اللي هو معه جولم، يعني اذا دافعت والله ما بعرف. خلينا نصبر
يعني إذا نزلنا الجولم من هون لازم نحط الفارس، العملاق من هون. فيب هجوم جدا صعب، رح اقدره بنفس الوقت حتى ما يحط لي كل الجيش من هون. حلو حلو، اخذنا دمج من هذاك البرج يا شباب، والله شيء جدا خرافه. فيب خلينا نلعب هيك، حط هيك، تم المسح. ما رح خليه ياخذ برج لاني بجوز نحن ما ناخذ كمان برج. حلو يا شباب حلو، ما رح اخليه ياخذ ولا اي شيء. يلا يلا مسح، هجومات جدا خرافي والله، اربع هجومات، هجوم تعادل، هجوم بس خسارة، وزمان ربحنا. هلا بالكؤوس، هلا 634 كاس، جدا خرافة. خلينا ناخذ انجاز جامع كثير، حلو عالي. فيب يا شباب بعتقد هون صارت الحلقة 16 دقيقة، هون نكون وصلنا معكم نهاية حلقتنا اليوم. فيب هجومات خرافي، رح فرجيكم الهجومات، يعني مسح مسح هون، هجوم يعني هجوم لليوم بس خسارة. تأملوا هو، صرت محترف عن جد، رح ارجع لي، رح ارجع كؤوسي ورح وصل لهاي الساحة قريبا قريبا. فيب يا شباب بس اكتبوا لي ارائكم اذا بكمل بكلاش رويال، لاني متابعين هلا، متابعين ماينكرافت اكثر من متابعين كلاش رويال. بس اكتبوا لي بارائكم، لا تنسوا تنضموا بالقبيله، قبيلتنا، حتى يصير فيها شوية تفاعل. فيب هيك وصلنا معكم نهاية حلقتنا اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، كان معكم بلال من قناة كلاسيا. السلام.